يا أفريقيا بيزا كوليج باعريتو بميجانيو سدس كامباسوش باللفت أمتات بركاتة ماريتشن بتلاجو يمي أزرفوش سياستمريك ويسيون باسا كامباسوم بديبلومانة بدغري كم يستمرتشو تماريتش بتش ماريم بكربو بولتنيا دغري تماريتشن ياسلت أني جنيل كوليجو بولتنيا دغري لامستنيا غزي بسوست يمي أزرفوش ياسلت أناتون ولت متواصلار تماريتش باسا كتمام سيدام أبهلات دراش اسمركوال بمركاس نسراتو يكوليجو يبور دابال دكتور بوغالبوشين دتنا جروت باللفت أسدس أمتات ياسا كامباس ياسا ناكوابيونيت مرت في اللاجوت مسرت بمدرج كارباشي براي سلطانيو تشن ماس مرك مشالون قال سؤال أرباشي سلسان مروقانين لو بتوا عاسا كتما كزاري هاي ست استعمت بفيت تكركرو يكاد مودة بيجيبيان يهونون سدام أكلل دزهم سفيون أوروميا مسرق النادو أوروميا كفلو تشن بمشفن يوم مر مستمر سراون بدراتنا بوت إثمانس كوليجو بتمرت تراتلاي سافيت كراساتو يسران دميجيني جلسوت دكتور بوغالم بسوس يتمرت مسكوت ولت متواصلات تمارشن بولتنيا دغري لمرقات مبقاتاچونم تناغروال زاري بنناس مرقاتچو ولت متو 14 تماريچ باكاونتينغ ماسترز اوف اكاونتينغ اند فاينانس ببزنس مانجمنت سبيشاليزيشن ماركتينغ እንደዚህ በኢኮኖሚክስ ወይም በመንጣኔ ሀብት በድምሩ 214 እጩ ምሩቃንን ይዘን ቀርበናል በስነ ስርዓቱ ለተመራቂዎች መልእክት ያስተላልፉት የለቱ የክብር እንግዳም የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የማብራሪያ ጉዳይ አማካሪ አቶ ተሰማ ዲማም በትምርት ተደራሽነት ላይ የግሉ ዘርፍ ትልቅ ሚና በመጫወት ላይ ቢሆንም በትምርት ጥራት ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ አሳስበዋል መንግስትም ሆነ በግሉ ዘርፍ እየተሰራ ያለው ስራ ተደራሽነትን ለማሳደግ ትልቅ ሚና ያለው ቢሆንም የተስተዋሉ የሚገኙ የትምህርት ጥራት መጓደል የሰልጣኙን ብቃት የአሰልጣኝ ተቋማትን ሁና ሚፈታተን በመሆኑ በቀጣይ ለትኩረት ሊሰጠው ይገባል በሀገር አቀፍ ደረጃም ተግባራዊ በተደረገው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተናም የአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ በርካታ ተማሪዎችን በማሳለፍ ያሳየው ተግባር የትምህርት ጥራት አንዱ ማሳያ መሆኑን አቶ ተሰማ ዲማ ተናግረዋል ይህን ፈተና በማለፍ የአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ቅድም እንደምንጠቀሰው በርካታ ተማሪዎችን የማሳለፍ እድል ስለገጠማቸውና ጥራት ያለው ትምህርት እየሰጠ እንደሆነ ማሳያ ስለሆነ ለኮሌጁ ሆነ ለተመራቂ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ በለቱ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተመራቂዎችም ከለቱ የክብር እንግዳም የዋንጫና የሜዳሊያ ሽልማት ያገኙ ሲሆን በለቱ ለምርቃት የበቁ ተመራቂዎችም በተማሩበት የሚያዘርፍ ሀገራቸው ለማገልገል መዝጋይታቸውን ገልጸዋል ውጤቴ ያው 4 ነጥብ ነው ያመጣሁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል ሴቶች እንችላለን እኔ ለሴቶች መልእክት አለኝ ልጆች ይኖርናል የተለያየ የጫና ይኖርብናል ነገር ግን ከሰራን ከተነከረን እንችላለን አርኩ ሞያ ላይ ለህዝብን የሚሆን ነገር በሞያይም ስራ ለመፍጠር ስራ መጠባቂ ሳይሆን ስራ ፈላጊ ሳይሆን ስራ ለመፍጠር ራስን ፈላልገ ያገኘው በት እውቀት ነው